مع أعزائي المشاهدين مشاهدين برنامج مبادرات وطنية ضيفنا لهذه الحلقة رجل من رجال هذا الوطن الأوفياء الذي يشهد له القاسي والدان مستثمر في قطاع المخابز في المملكة الأردنية الهاشمية وضيفنا لهذه الحلقة السيد عبد الرحمن محمود الغزاوي المستثمر في قطاع المخابز في المملكة الأردنية الهاشمية في البداية أسعد الله أوقاتك أسعد مسارك يا هلا بيك طبعا وقعتك. إحنا سعدين أول شيء أنك تكون ضيفنا على هذا البرنامج إحنا أسعد والله طبعا المثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني وانت انسان يعني بشوش وما شاء الله عليك الله ببداية. يسعدك من طيب اصلك السيد عبد الرحمن الغزاوي صاحب مخابز حطين ومخابز فرنجي في العاصمه عمان من هو عبد الرحمن الغزاوي مواطن اردني نعم. مستثمر من تقريبا من سنه 96 في مجال المخابز وبس خلينا نحكي عن البدايات نعم يعني من 1996 كيف جاءت فكره قطاع المخابز والله هي مهنة الوالد. يعني هي احنا من الوالد تركنا مخبز في ماركة اذا بتعرفوا مخبز خالد نعم قديم ف... جدا اه صحيح من السبعينات تقريبا صحيح. واحنا كلنا يعني أولاده واصحاب مهنه يعني انا واخواني كلنا ما عندنا مهنه غير هالمهنه يعني. يعني تاثرتوا في الوالد طبعا اه يعني تعلمنا مهنه الوالد وضلينا ماشيين يعني ما... استمريتوا على نهج الوالد صحيح جميل جدا. صحيح. الوالد يعني من 1970 مخبز خارج الواقع في مركز صحيح. ما زال مستمر المخبز. ما زال ما شاء الله نعم صحيح. يعني هو انطلاقه الخير ان شاء الله. صحيح، هو احنا انطلقنا انا واخواني من من المخبز، صحيح. جميل جدا. يعني قطاع المخابز من القطاع المهم جدا في البلد ومن القطاع الأساسي في في المملكة. صحيح. وفي كل دول العالم. لو اردنا ايضا ان نحدث الساده المشاهدين عن مخابز حطين واخر فرع انتجتوه واشتغلتوه في هذه الفتره يا سيدي. سيدي مخابز حطين حكيت لك من تقريبا من ال 96 انا موجود فيه. نعم. وبعديها بحوالي سبع ثمان سنين فتحت فرع ثاني بالهاشم الشمالي مخابز تفاحه. جميل. وبال 2019 تم افتتاح مخابز فور اللي هو بمنطقه خلدة وبس يعني شو بدك شو بدك احكي لك شو بدك تعرف عنه جميل جدا حبيب اكيد يعني جائحه كورونا كان لها اسباب واضرار على قطاعات عدة هل تضررتم من خلال جائحه كورونا والله ضررنا زينا زي غيرنا يعني يعني انت اكيد اعلم مني كل القطاعات في الاردن تضررت بجائحه كورونا يعني المخبز اي نعم الناس بتشوف فيه اقبال وفيه كذا بس برضه تضرر لانه في اصناف كثير اللي احنا مفروض نستفيد مفروض احنا بنستفيد فيها يعني هي اللي هي اللي بت بت يعني الخبز اجمالا ما عنده ما في نسبه ربح عاليه نسبه الربح قليله جدا نعم. تضررنا بخبز الحمام عطلة المدارس منتجات الحلو منتجات اللي, اللي احنا بنبيعها بالايام العادية نزلت نسبة عالية منها يعني يعني نسبة حوالي 60% 50% نزل نسبة مبيعاتها جميل اه فاكيد تضررنا وبتعرف كمان عطل اربعة ايام بالشهر غير الايام الحضر بيأثر على على المخبز اكيد يعني بعض القطاعات يعني بالمملكه واستضفنا بعض القطاعات في في برنامجنا برنامج مبادرات وطنيه كانوا ما بعطوا الرواتب كامله، انتم من بعض القطاعات اللي لا والله كنا نعطي رواتب، نعطي للكل يعني يعني ما كان في خصم على اي موظف؟ والله لا ولا ما هو موظفين كمان موظفينا موظفينا يعني ملسنية. كمان هم يعني وضعهم المادي تعبان يعني اذا انا ما اعطيته هو ما بيقدر يعيش يعني نعم فكنا نعطيه يعني لما يكون في حضر احنا راتبه بنصرف له اياه دور وزاره الصناعه والتجاره في قطاع المخابز هل هناك معوقات او مشاكل بتواجهها من خلال وزاره الصناعه والتجاره لا والله الصناعه والتجاره متعاونين يعني بس يعني, يعني في بعض شغلات بـ يعني بـ يعني بتمنى انهم يسهلوا على المستثمر يسهلوا على صاحب المخبز صاحب المخبز كمان يعني ابن البلد ومستثمر زيه زي اي قطاع ثاني جميل انه كمان يتعاونوا معه ويساعدوا يدوا يعملوا دراسه لسعر الخبز يعني سعر الخبز كمان متدني يعني احنا اقل دوله بالعالم نبيع سعر الخبز وما فيها مش ربح للمخبز يعني يعني حتى في انا المخبز اللي عنده اصناف كثيره اموره ماشيه بس في مخابز يعني بيخبز بس خبز يعني ببيع بس خبز وشويه هالكعك وهذا ما بده يعيش الثاني يعني بده مفروض يكون في تحسينات اكثر ويكون في تسهيلات بالوزاره يعني مستثمر ابن بلد يروح يقدموا له الخدمه يساعدوه عنده مشكله يحلوا له اياها بس هاي المطلوب يعني احنا اعزائي المشاهدين من خلال هذا البرنامج نتوجه الى دوله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وايضا الى معالي مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة أن تأخذ بعين الاعتبار وأن تسهل على المستثمرين في هذه المملكة لأنه جلال السيدة دائما ينادي بالاستثمار فنتامل انه على دوله بشر فصون ان ياخذ في هذا الموضوع رجل العمال السيد عبد الرحمن الغزاوي هل هناك تطور حاب تطوره في هذه المملكه ولا خارج المملكه والله انا بصراحه ب... بالوقت الحالي لا نعم. بالمملكه ما عندي يعني هل موجود عندي ب... يكفي يكفي يعني وبتمنى انه نتطور اكثر ويصير عندنا يعني يعني نطلع بالمهنه نرتقي فيها لاعلى المستويات. بس الامور صعبه صحيحه يعني. هل هناك مشاكل ايضا في وزاره العمل؟ هي المشاكل بوزاره العمل، يعني احنا نحكي عن اهم المشاكل اهم المشاكل فيش عماله، عماله وافده يعني المخبز بحاجه لعماله لانه المخبز اشغال شاقه. ابن البلد بيشتغل على كاش بيشتغل على ميزان بيشتغل على الشغلات الخفيفة في, ش... في أشغال شاقة ما بيقدر عليها إلا العامل المغترب يعني جاي هو بده يشتغل أشغال شاقة عشان يعيش ف... صعب جدا انه ناخذ عمال يعني 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 انا واحد من الناس بعاني من من قله العماله 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 الاردنيه بالذات ولا العماله عندي عماله اردنيه عندي و... وعندي عدد م... لا باس به يعني محلاتي كلها بتروح بتلاقي العدد الاكبر اردني بس في اشغال شاقه ما بيقدر عليها العامل الاردني، يعني يعني لازم يكون في عامل مصري او عامل وافد من برا يتحمل الشغل اللي بيشتغله. ابن البلد ما ما بده ابن البلد بده يشتغل بس ابن البلد مش متعود على الشغل المتعب بصراحه يعني. صحيح صحيح يعني ابن البلد انا بتمنى ابن البلد يكون محلي كله اولاد بلد، بس في اشغال يعني عفوا عامل نظافه بيشتغلش ابن البلد، عامل تحميل وتنزيل ينزل شوالات طحين ما بقدر. ما بيقدر، مش ما بده يشتغل هو بده يشتغل. بس هو ما بيقدر يعني بيشتغل يومين ثلاثة وبهرب بده شغلة مريحة وبتعرف أولاد البلد يعني كل مية لا يزبطوا عشرة منهم يعني بنعاني برضه مع ابن البلد ومع ذلك بنقول معلش هو ابن البلد يشتغل اولى من غيره طب رد وزاره العمل في هذا الموضوع شو ردهم وزاره العمل قانون على الجميع يعني الوزاره مش انا لحالي بعاني كل القطاعات بتعاني من 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 العمل انه فيش عماله وافده يعني العمال اللي, اللي سافروا ما رجعوش اثروا علينا يعني صرنا نضطر نستعين بشركات اللي هي بشركات بسموها لا لا شركات اللي هي بتشغل العماله يعني مكاتب يعني استخدام وبندفع زياده للعامل يعني بندفع لزياده لانه الشركه بدها تاخذ كمان حصه لها من العامل فبنستعين بالشركات هاي فصارت مكلفه علينا انه انا لما بدي عامل نظافه بضطر اعطيه راتب اكثر من الراتب اللي بعطيه لابن لأ البلد يعني بضطر ابن البلد بيشتغل مثلا بشغله ب 400 دينار العامل الـ 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 الوافد لما باخده من شركه بكلفني 500 لانه الشركه بدها تاخذ لها شيء كمان ففي مشكله بالعمل الصحيح يعني كل مخابز البلد بتعاني بحكي على قطاعنا اكيد بحكي عن قطاعات نفس اللي عملنا لقاءات وباقي القطاعات نفس كلامك بالضبط فهي قطاع المخابز بيعاني جدا من موضوع العماله وهذا قطاع م متعب يعني قطاع مش مش سهل مش مش نوفوتي ولا ولا سوبر ماركت انه ينباع بسهوله نعم فمنعاني منعاني كثير من مشاكل العماله يعني يوجد هناك معاناه بموضوع العماله الوافده صحيح يعني العامل الاردني ما لا يستطيع ان يقوم في اعمال شاقه مثل التحميل والتنزيل كما ذكرت مثل العجين مثل العجان عجان ابن ما بيقدر, ابن البلد. ما بيقدر يحمل كيس طحين يعني عفوا المخبز اللي بيشتغل له كل يوم 50 60 شوال وبده يعجنهم وبده يرفعهم عجين يعني اشغال شاقه صحيح يعني متعبه ابن البلد ما بيقدر عليها يعني ابن البلد بكل مي كل 500 لا يزبط واحد يقدر يكون جسمه قوي وهو بده يشتغل اما غالبا من عاني يعني يوجد آه. هناك معاناة, معاناة صحيح صحيح معاناة. عمال نظافة ابن البلد ما بيشتغل عفوا ابن البلد بفوت الشيء ينظف التواليت يفوت ينظف مثلا يعني كرامته ما بتسمح له فبدك فب... بديل يعني بدك حدا ينظف بدك حدا كم ي... عامل اردني تقريبا عندك؟ عندي ما يقارب الحوالي 150 عامل اردني اردني نعم بالفرعين بحكي بالجاردنز وبخلدة 150 عامل اردنيين اردنيين بس مش الاعمال الشاقة هذول كاشير معلم كيك معلم يعني معلمين شفات كذا اولاد بلد اما باقي الامور مثلا الخط العربي مضطر على المصري لانه المصري ما ابن البلد ما بيقدر جميل جدا. اه يعني في اشغال عندنا بالمخبز ابن البلد مستحيل يقدر يشتغلها يعني آه. لازم يكون في عامل يعني زي عفوا زي عمال الباطون او عمال الانشاءات هذول ابن بلد ما بيقدر بال بكل 100 واحد بعماره بتلاقي عامل اردني بالغلط شغال معهم والباقي كله مصريين لانه بده تعب بده جهد. جميل، هل هناك معوقات اخرى بتواجهها من خلال هذا القطاع؟ والله معوقات يعني المتعارف عليها يعني يعني بيجيك موظف اخلاقه ضيقه شوي، بيجيك موظف مثلا مش فاهم معوقات سهله واحنا حسب خبرتنا صرنا نحلها يعني صرنا نحلها مع مع الموظف نحلها مع كذا نحاول ان نكون لطيفين معاه بزياده عشان هو يعني يتعاون الامور ماشيه بس يعني في معوقات اكيد طب برايكم خاصه سيارة. بعد اذن طبعا. خاصه بعد قانون الدفاع يعني صار الموظف يفوت بعضلاته يعني بعد قانون الدفاع طبعا يعني صار يحكي بنبره قويه بالضبط يعني صار يعني فوت هو مع قوه يعني بفوت يعني صار يرهبنا بصحيح يعني نفسيتنا تعبد بهذا الموضوع يعني اه يعني بفوت عفوا بخالف بخالفك على زبون مش لابس كمامه او زبون مش باعد عن الزبون الثاني طبعاً انا شو ذنبي انا بنشأ انا بقدرش لكل واحد بفوت عندي امسكه اوقفه على مكانه والبسه كمامته مع انه مفرين كمامات وموفرين هايجين وموفرين كل شيء يعني المحل يعني هناك تباعد وتباعد والموظفين الموظفين عندنا ملتزمين تام باللبس وبالكمامه بالكفوف بالكلبزات الكل ملتزم بس انت ما بتقدر كمان تزبط الزبون يعني الزبون بفوت ايام بخلق. بنزل كمامته طبعا انا شو ذنبي هو نزلها انا ليش تفوت تخالف المنشاه؟ تخالف المنشاه وبتخالف الشخص يعني احيانا اذا الشخص اللي اجاك لطيف بكتفي بالزبون، واحيانا بقول لك لا بدي أخالف المنشاه يعني وحصلت يعني حصلت معك حصلت اه انه احنا تخالفنا 500 دينار عزبون والله ما بعرف لغايه الان ما يعني ما دفعنا مخالفات يعني ما بنعرف قديش القيمه نعم بس يعني اه يعني انا انا كمنشاه انا شو ذنبي بالزبون اذا الزبون غلط انا ما ليش تحملني ذنبه؟ انا مش شرطي يعني انا مش مش شرطي انا احاسب الزباين. جميل. يعني في معوقات بسيطه وسهل تنحل يعني يعني سهل انه يعني يوعزوا لموظفين الدوله انه يعني خففوا عن الناس راعي انه هذا مثلا زبون مش صعب مش شغيل، شغيل هو مسؤول عنه بس الزبون مش, مش مسؤول عنه. آه حتى الشغيل انا مش مسؤول عنه، انا الشغيل موفر له كمامه، اذا هو مسحلها خالفه هو وانا بدي اراقب كل شخص بالضبط يعني ليش تخالف المنشاه؟ ليش تاذي صاحب المحل؟ اللي اللي خالف نعم انا غلطت خالفني ما عندي مشكله طب يعني سيدي برايكم يعني انت الاخبرو ابن هذا الكار كار المخابز ما هي الحلول برايكم؟ والله الحلول يعني بالحلول كثيره بدك حلول مثلا لوزاره العمل مثلا وزاره العمل بدك هذا مخبز بحاجه ل 10 عمال مصريين اعطيه اياهم يعني شو المانع بحاجه ل لا لا اعطيه بحاجه ل 20 اعطيه احنا راح نوصل صوتك ان شاء الله باذن الله واحنا راح عبر هذا البرنامج نساعد معك هذا الموضوع لانه هذا الموضوع يعني موضوع شائك ولازم يجب حله باسرع وقت يعني انه يعني وزاره العمل لها دور وزاره الصناعه والتجاره لها دور وزاره الصحه وزاره اللي شو اسمه الغذاء والدواء لها دور هاي الغذاء والدواء اه كلهم ما ما بذم حدا كلهم كويسين بس يكون في فليكسيبل بالتعامل يعني يعني وجهني آه آه اعطيني بالضبط اه بالضبط وجهني عندي غلط اعطيني اول مره ثاني مره ما, ما مشيت ثالث مره خالفني آه خذ اجراء معي يكون في فليكسيبل شوي عشان يعني كمان احنا يعني كمان المصلحة إذا بدي أضل أنا مصلحة عامة بالضبط إذا أنا بدي أضل أنا بدي أروح أدفع مخالفات وبدي أروح مش عارف إيش بصير بدي يعني بصير ما بدي أشتغل يعني أنت بتسكر نفسي عن الشغل صحيح يعني دائما يعني أيام فوت عليك موظف بيحكي لك كلمتين حلوين بيرفع معنوياتك للسماء صحيح. يعني عفوا اكيد برجعوك الغذاء والدواء واكيد يعني ينا. بفوت ايام بفوت عليك تبع غذاء ودواء والله بيحكي كلام اقسم بالله نفسيا بريحك حتى لو خالفك نفسيا مرتاح بقول لك ما شاء الله والله امورك تمام وما شاء الله انا اول مره بشوف محل بهالنظافه بهالترتيب عندك ملاحظتين بحكي لك اياهم حكي بحمل حاله بروح نعم. طب هذا انا بالنسبه لي احسن بتخالفني انت حفزتني اعطيتني معنويه عاليه و وحسسني انه انا يعني انا عامل إشي كويس عندي مشكله بحلها ما عندي يعني اعطيني انذار فيها قول لي مثلا هاي المره الجاي مخالفه في منهم متعاونين في منهم شديدين شوي بتمنى انه يعني يكون في تعاون يكون في تعاون اقوى من هيك شوي نعم جميل جدا السيد عبد الرحمن الغزاوي يعني ان شاء الله باذن الله هاي الرساله راح نوصلها الى المسؤولين ونضع هذا الملف امام بعض المسؤولين المعنيين في هذا الموضوع ايام قليله وتفصلنا عن عام 2020 كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله كل عام ينعاد عليكم وينعاد على سيد البلاد جلاله سيدنا الله يطول بعمره ويعطيه الصحه والعافيه وربنا يبعد هالبلاء عنا تكون بلدنا من احسن بلاد العالم احنا بنتمنى احنا يعني طيب بلدنا احنا بنتمنى انه بلدنا تكون احسن بلد بالعالم انه يعني. احنا نفتخر والعالم كله يعني يفتخر بالاردن صحيح. احنا بنتمنى يعني بنفس جلال سيدنا وان شاء الله انه ربنا بيعطيه الصحه والعافيه امين وايضا نريد رساله الى الاجهزه الامنيه الذين يسهرون الليل في النهار من اجل حمايه هذا الوطن الله يعطيهم الف عافيه كل الجيش العربي المصطفوي الان آه الموجود على الحدود في هذا البرد شو بتحب توجه لهم رساله؟ بقول لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله يا رب الله يقويكم وانتم يعني ل... زي ما بيحكوا ل... يعني الجند, الجند الخفي اللي اللي احنا نايمين وهم بيتعبوا وهم بالشوارع بالبرد على الحدود بيخدموا المواطن بيخدموا امن البلد هذول ترفع لهم القبعه يعني بصراحه انا بشكرهم كلهم والله يعطيهم العافيه أه شو بتحب توجه رساله في نهايه هذا البرنامج الى اقربائك في الاردن وخارج الاردن؟ شو بتحب توجه لهم رساله عبر هذا البرنامج بمناسبه العام الجديد؟ بقول لهم كل عام وانتم بخير جميعا وان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه والعافيه واللي برا البلد بنتمنى انه يجي على الاردن الاردن بتجنن ما في احلى منها و ويمدهم بالصحه والعافيه بس شو بدي اقول يعني خلينا نحكي بصراحه الان يعني اكيد انت سافرت دول صحيح وذهبت الى دول عربيه واجنبيه شعورك وانت نازل الى المملكه الاردنيه الهاشميه الطياره لما تهبط وتنزل في المطار شو شعورك؟ شو زي اللي مروح على امه يعني مروح من من من, من برا واجا شاف امه بالبيت يعني هذا الشعور يعني نفسيا برتاح قلبه بفرح انه بالسالم رجع سالم وقد ما غاب رد رجع على بلده وهاي البلد والله كل الشعب الاردني بحبها والله هذا الشعب بموت على تراب الاردن يعني بدناش نزاود بس لكن تخبط قرار الحكومه في بعض الامور يعني لازم يكون في يعني تخفيف على المواطن صحيح صحيح المواطن يعني بنحكيها بالعاميه المواطن غلبان صحيح و و وال و فقط المواطن غلبان والشعب الاردني والله من الشعب يعني من الشعب الجبار صحيح جبار يعني كل هالضغوط وبحفر بالصخر بده يمشي والله صحيح والحمد صحيح لله يا رب العالمين يعني أعزائي المشاهدين في هذه الكلمات الطيبة قبل نهاية هذا اللقاء نريد أيضا أن نحدد بعض أو نحدد الأفرع الموجودة في المملكة ريت نحدث السادة المشاهدين عن أفرعك وأماكن أفرعك سيد. يا سيدي إحنا الفرع الأول اللي هو مخبز حطين بشارع مادبة نعم اه عندنا فرع ثاني اللي بعديه مباشرة اسمه شيخ الكار شيخ نعم، الكار نعم بشارع اليرموك نعم. اذا تسمعوا فيه والفرع الثالث في الهاشم الشمالي اللي هو مخابز تفاحه وهذا الفرع الرابع هون جميل اه يعني مخابز فرن دي بخلده وعندنا فرع الجاردنز الجديد هذا احنا بنتمنى لكم يعني التوفيق في هذا المجال امين يا رب <وـ> الله يبارك فيك بنتمنى لكم الازدهار في هذا المجال أه ان شاء أيضا. الله الله كريم اعزائي المشاهدين مشاهدين برنامج مبادرات وطنيه اشكروا معي رجل الاعمال السيد عبد الرحمن محمود كمال الغزاوي. رجل مكافح استثمر هذه المهنه هو واخوانه ارث عن الوارد رحمه الله عليه. رحمه الله عليه فنتمنى لهم كل التوفيق والله يوفقه سيدي والى الامام وكل الدعم لإعلامي لكم الله يبارك فيك يا سيدي طول عمرك يا رب وشكرا على الاستضافه الطيبه. وشرفتونا واحنا بسرعه شرف كل <applause> الله يسعدك الله يبارك فيك طول عمرك